قضية دنيا التونسية هذه اللي راكم درتوا منها ضجة في المواقع، مفصول فيها يعني من قبل رئيس الجمهورية، وحنا هذا يعني القضية هذه راهي قضية ما كاين والو بالنسبة لنا، لأن القضايا الكبرى اللي مع الدول راكم تشوفوا تبون كي يقول الأمر يطبق. ليسونسيال نخلوكم مع واش قال تبون ومن بعد نكملوا. لا ندخل في عصابة، بغى يكون جزائري ولا مغربي ولا جنسية أخرى، بالسيف نحميو البلاد. أما إذا كان إنسان مسالم بخدمته ويبعث بصفة مباشرة ولا غير مباشرة للأهل نتاعو، هذيك الله يسهل عليه. لا ندخل في عصابة، بغى يكون جزائري ولا مغربي ولا جنسية أخرى، بالسيف نحميو البلاد. أما إذا كان إنسان مسالم بخدمته ويبعث بصفة مباشرة ولا غير مباشرة للأهل نتاعو، هذيك الله يسهل عليه. سمعتوا واش قال السيد رئيس الجمهورية؟ قالك أي إنسان ينتمي إلى مجموعة ما أو نحس به راح يدير لنا مشكل على البلاد، سواء جزائري أو مغربي أو تونسي أو مهما كان الصفة تاعو، راح يطبق عليه القانون. بدأ بالجزائري، معناتها واش كون واش راح تكون هذه الدنيا هذه؟ واش راح تكون من بالنسبة للجزائريين؟ يعني جزائري راح يتحاسب، فما بالك على بالك احنا ما عندناش هذه العقليه، بالك انتم عندكم في تونس تسبوا الامن وتسبوا كذا، ما عندناش هذه العقليه احنا، احنا عمرنا ما نسبوا الامن ونسبوا الدوله ونسبوا نو، ما عندناش هذه العقليه احنا، تحمل مسؤوليتك اذا غلطت كيما هكذا. صح راني نشوف باللي مجموعه يعني في لي ريزو سوسيو يعني داخلين على بعضهم، كاين جماعه يسبوا في التوانسه، كاين جماعه يسبوا في الجزائريين، ورايحه وراكم رايحين يا سيدي، واحد غلط يخلص ورا المشكل، حكموا العام تحكم عام على روحه وصاي وتخرج تخرج تروح على روحه، كيما راه ها ما عندك هنا في الجزائر يحكموني في 10 سنين ويحكموني في 15 عام، ورا المشكل واش غتعود هي خير من الجزائريين؟ ليسونسيال انا نظن باللي تفوتوا هذه القضيه احسن، وما تروحوش معها بعيد، لان هي ما كاين والو، ولا التونسيه ما تدخلش الحبس. كاش منها هذه احنا ثاني، اذا كان جاك جزائري من عندنا وسب لك بلادك وسب لك اهلك وسب لك الدوله نتاعك وسب لك الامن نتاعك ودار لك مشكل، يا خويا فوتوا العداله التونسيه تحكم عليه. إذا عطاته البراءة مبروك عليه، ولا حكمته الحبس ما يعقب الحبس تاعو. ليسونسيال أنا نظن باللي الجزائر وتونس راه مش هذه الأمور التافهة هي اللي راح تتفزد بيناتهم. فوتونا الموضوع الله الله، واللي مش مشترك في القناة يشرفنا باشتراكه في القناة ويفعل الجرس باش يوصلوا من عندنا كل جديد.